خلاصة الحكاوة، الشغلانة بتاعتنا دي آخرتها أمر من اتنين، يا السجن يا الموت. نهينا وانتهينا. مين بابلو ده؟ ده حكاية كبيرة من عالم إحنا ما نعرفش عنه أي حاجة. أنا غلطان إن أنا عرفتك حاجة عن بابلو إسكوبار. ما كانتش هتفرق كتير، أنا اللي اخترت سكتي. عايز أكون شريكة في المجموعة. تعذني روح للسيد بابلو. أنت هتخاف منه؟ يا ابني مش هتبطل الرمرمة بتاعتك دي. لايك فاذر لايك سان. مالك يا توحة يا بنتي؟ ولا أكسب واحدة وأخسر التانية؟ بس أنا بقى يظهر مكتوب عليا دايماً ربنا بيخسرني. لازم نطبطب على نورة في البيت، وإلا هتدور على الطبطبة بره البيت. أنا ما بقتش أحب مجيتك الحارة يا بابلو. أنت بتيجي والمشاكل بتيجي في ديلك. مفيش حد في الدنيا دي كلها عليه حاجة عندنا. ولا حتى بابلو؟ الخروج من العنبوكة دي بيبقى مرة واحدة بس، لو رجعت هنا تاني تروحي ورا الشمس. بس الورق ده بدل ما يدلنا على حاجة حط قدامنا مليون علامة استفهام. حبيبي بابلو. يبقى غلطان اللي ما يخافش من بابلو حتى لو كان عظم في قفه. بابلو لازم يموت. يا بابلو! احنا لازم نقف جنب بابلو، واللي في صفه بابلو دايما كسبان. بابلو لو وقع احنا كمان هنضيع. مش قلت لك الخصومه ثابته واللقاء حسب الظروف؟ وبابلو اوعى تقابله.